جزائري حر يقصف صحافة العار. اسمع يا حفيظ دراجي، واسمع يا صادي وأعوان، واسمع يا كل فساد الاتحادية. جزائري حر من عنابة، كل التوفيق وكل التحية والفخر بهذا الجزائري الحر. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتعالوا نسمع الجزائري من عنابة ماذا يقول. هيا بنا. عمال كنبالي اليوم طفلنا 37 يوم وحنا بلا مدرب، مالقري يوم مازال بالماضي هو المدرب، بصح هما حبوا يغلطوا الراي بالعام، مازالوا درك يفلتوا على مدرب. و اون بليس دو سا شفتي كي شافوا كريم زياني مع جما بالماضي في الكوتيفوار، حبوا يبروبوزيو لكريم زياني، هما بروبوزيو له، قال لهم لا، قال لهم ما نحكمش انا كمدرب وطني طول. بروبوزيو البوغلا، قال لهم لا ما نجيش، باسكو بوغلا يقول لك انا صحيبي بالماضي وديجا واش قد يشوف واش قد يصرى بالماضي. اون بليس دو سا هذاك بيسير وهذاك المساعد تاعهم اليوم قاعد يحكي واش قال لهم، قال لهم حتى كتفضل كونترا تاع لا اله الا الله تي بيسير، قال لهم يتفضل فان فيفري، قال لهم وحاب يروبوزي وحاب يجدد في نيجيريا. شوف وعليه نقول لك حنا صاري انا تحرقنا، واحد ما بقى يجيكم يا الاتحاديه المتعفنة يا صحافه العار، فهمتي 37 يوم وانت ما تقلبوا على الشعب، فهمتي احسن من قدام من لو 23 جونفي تيمينينا احنا كونتر موريتانيا، من تما وانت ما تفرقتوا على اونترينير، فهمتوا رحتوا للناس الكل، رحتوا لزيدان قال لكم لا، خرجتوا قالب عكيروش، خرجتوا عليه زوز قوالبه او بلد بزهايمر وطلب الغلاء، وانت ما تكذبوا يا صحافه العار، فهمتوا. من بعدك يخرج هذاك وجعبتوا حافظ دراجي كي قلت لكم، او حافظ دراجي قاعد يقول وش يكون الشعب الجزائري حتى نهدي سيدي وما يخليناش نجيبوا مدرب. عبوك جدار حافظ دراجي عاود حط فيديو في التيك توك، فهمتي، عبر المواقع التواصل الاجتماعي اللي يحكي عليهم هو، وقال لهم لا يجب تحسين المستوى ويجب يزيكم بالكذب وبالتنوفيق، فهمتي. انت حافظ درجه، انت اللي تسير في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. وشوف نهار تلمينينا احنا كونتر الكاميرون، اول واحد جابوه واستضفوه هنا في الجزائر في النهار وهضروا معاه، قالوا له واش رايك اسكو انت مع البقاء تاع جمال بالماضي ولا الاستقاله، قال لهم لا انا كنت مع الإقالة جمال بالماضي، بصح انا مع بقاء جمال بالماضي، بصح في حاله واحده انه يبدل الجوار، فهمتي. هنا تعرف بلي حافظ راجي والله عنده يد كبيره في الاتحاديه الجزائريه. يزيد يخرج هذاك قاسي السعيد هذاك يقول لهم واش يكونوا تاع لي ريزو سوسيو حتى ياثروا علينا ما نجيبوش مدرب، ياكم تحبوا البراني يا قاسي السعيد، انت والقطراجي والكيب تاعك الهدف تحبوا البراني، فهمتي. كي عجم بالماضي راجل ونص و25 حبيتوا تبرزوه، حتى هو عندك اش داير لكم، خليها لكم معلقه لهنا، هو في العمره وانتم كلوا لحم بعضاكم، فهمتوا. كون جيتوا عندكم المصداقيه كنتوا تنحيوها، كيف ما صادي من نهار حطها في التويتر درك ما خرجش للشعب وقال لهم واش كاين واش ما كاش، باسكو ما تقدروش، ما بني على البطل فهو بطل، فهمتوا. حلل بالمنطق، لكن ما تقدروا ديروا حد شيء يا صحافه العار والاتحاديه الجزائريه، اي متعفنا يخرج اما عوش 94 سنه تقول لي مازال منبر في اللفافة 94 سنة مسخروا بنا، ما كانش لجان، حط عنتر يحيى حط. وشوف البارح واش درتوا، شفتوا كريم زياني يتفرج في شكون تسمى درك أقوى قاعدة جماهيرية في الجزائر هي البلودية، ومن بعديك السياسي، ومن بعديك اتحاد عنابة في الجمهور أقوى قاعدة جماهيرية. شو واش درتوا انتم؟ انتم حبيتوا تشو تكسروا لاتونسيون للشعب، كان الصف كامل ناضي يعيط الله أكبر كريم زياني، أوب ثاني نهار نسربوها في الصحافه قالوا صاي واستقال جمال بالماضي راح نحطوا كريم زين، اوب او الشعب تاع المولوديه والسياسيين عيطوا عليها تسمى صاي او راحت حكايه بالماضي، باسكو الشعب تاع المولوديه عنده في دماغه، فهمتي. الشعب تاع السياسي محلم ما حبوش يعيطوا والله اكبر كريم زين، فهمتي، ما حبوش باسكو عن بالهم باللي راح ديروا لهم بياج، فهمتي، باسكو هم رجال يعرفوا قيمة الرجال، سي بور سا حبيتوا تخلطوها من الدرك، واحد ما يجيكم، ايماجين توا احنا اليوم، تسمى درك بعد ساعة، سي بون انا 19 شهر غدوة لو 20، غدوة القرعة تاع الدور التمهيدي تاع كأس افريقيا، وانتم ما زلتوا الدرك تكذبوا على الشعب وتقولوا لهم انا راح نجيب اونطينات، وانتم ما جبتوا حتى واحد. شفتي هذاك بيكوفيتش اللي كانت تحكيوا عليه؟ حتى كون تجيبوه وتقولوا صاي وقبل هذاك يجي في بلاصة بالماضي، راح تخلصوه أضعاف مضاعفة بالماضي. وديكلاري وكلش تحت الطابله، فهمتوا؟ ولفتوا بكلش تحت الطابله، باسكو ما تقدروش مش كما رجال، سي بور صح حبيت تنحي جمال بالماضي، فهمتي؟ والاتحاديه الجزائريه اللي حفرت له
خسرت الكام تاع الكاميرون وخسرت كوب دي موند، خسروا عمارة ديك الله لا تربحوا، وزدتوا خسرتوه في الدورة دي وحبيتوا تخرجوه من الباب الضيق، فهمتي؟ الراجل عمره ما يخرج من الباب الضيق، الكبير كبير، فهمتي؟ احنا رجال ونعرفوا قدر الرجال، فهمتي؟ لو سير اونطرينار اللي كي جا قال لهم نروح نلعب في عنابة، باسكو يعرف بلي العنابة رجال وعنده قيمته جمال الماضي، فهمتي؟ في ملعب تصل 10 ماي 56 في عندما هذه ضربتنا بلجيكا بثلاثة ومركب الماضي صاد كامل ماضي عيط الله أكبر شباب الماضي هي مش هالجديد هذه فهمتي تحبوا تغلطوا الرأي العام وتحبوا تكتبوا على الشعب فهمتي هذاك بن شيخ خالف تعرف نهار تروح هناك لعبنا البالون كي حتى أنا كان عندي جدي ومات فهمتي احنا لا فامي بونور عندنا زوز من ديكوب دالجيري فهمتي أني بنقول لك احنا نعرفوا البالون قد نقول لك أني نعرف البالون فهمتي المهم خاوتي مهما يكون ومهما يصير كيما تما يا صحافة العار حبيتوا تنحيوا ولد بلادكم يا راجل ونص باسكو ما تحبوش الراجل فهمتم دونتو ليكا حبيتوا تخليوا هالو حريقه جمال الماضي فهمتي كيما انت خليتي هالنا حريقه النجمه تاع كوب دافريكا خليتيها ماركه باسمك حتى احنا نخليو لك وصمه طعار انك ما تكاليفيتيش مع بلادك لا كوب دي مون شوفوا نقول لكم حاجه والله تندموا على جمال الماضي كل عبعضاكم اي واحد باسكو كان ناس رجعت تتفرج ليكيب ناسيونال في 2019 كي ربحنا كونتر كينيا الماتش الاول رجعوا يتفرجوا على ليكا ناسيونال فهمتي هذوك اللي قاعدين يقولوا مش اونترينير باسكو اثرت عليك بصحه طلع شفت تقعد ما عندك شخصيه وتبني شخصيتك على الناس ياكلك تاكلك كلاب الحايره فهمتي لازم تكون عندك شخصيه تاع راجل باه تقدر تواجه فهمتي انا ديفون يجيوني ناس يقول يا بو نور او اخفق او ما يروح ما يروحش باسكو كون تبحث تلقى الاتحاديه الجزائريه المتعفنه اللي ما قدرتش تجيب اونترينير يديفونديها باسكو ما بقاتش تلقى راجل فهمتي يحب لك باه تلقى راجل كيما جمال بالماضي يبكي على البلاد يحب لك في المنام لازم ترقد وشوف ربي تستخير تتوضا ودير الاستخاره وشوف ربي تحلم براجل كيما جمال بالماضي ولا لا باسكو انت ما مش كما رجال سي فرصه ما تحسش بالرجال المهم اخوتي معاكم جلال بونور من عنابه نتمنى ديما نكون خفيف عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.